الجزائر بلد جدا مميز وله بصمة غريبة بصراحة، بلد مختلف نوعا ما، بالرغم من أن في بعض القضايا ما يعتبر مع المملكة العربية السعودية مثل قضية الصحراء المغربية وما إلى ذلك. لكن الجزائر حتى لو كان في بعض المواقف ضدك في أشياء معينة، يفاجئك في مواقف ثانية وتلقاه يعني له وقفات قوية، وشعب ما يهتز. خلينا نقول نفس الوقت السعودية من البداية كانت تدعم الجزائر بشكل جدا كبير، خصوصا في أيام استقلاله، أيام يعني وقفات الملك سعود الله يرحمه مع الجزائر أيام استقلاله من فرنسا كانت جدا جدا وقفات قوية. وكان يعني مقولته الشهيرة لما قال الوفد الجزائري: أنتم لستم جزائريين أكثر مني. بمعنى آخر، في هذه الحرب ضد فرنسا ومع استقلالكم كلنا واحد، كلنا جزائريين. السعودية حطت بثقلها كامل، لدرجة أنها قطعت علاقاتها مع فرنسا ورفضت أنها تعيد العلاقات إلا بعد ما يتم استقلال الجزائر. واستضافت الوفد الجزائري في الأمم المتحدة، أعتقد في 1954 ما كنت واهم، استضافته من ضمن وفدها هي. وهذا أغضب فرنسا بشكل كبير، لأن الجزائر ما كانت ممثلة في أمم المتحدة لأنها ما كانت مستقلة في ذاك الوقت. فراحت السعودية واستضافت الوفد الجزائري من ضمن وفدها وخلتهم ممثلين عشان يقدرون يتكلمون. فالسعودية وقفت بقوة وغامرت بأشياء كثيرة بصراحة في ذاك الوقت الملك سعود الله يرحمه لاستقلال الجزائر. الآن خلينا نشوف بعض المواقف الحديثة. واحد من المواقف الحديثة إعادة بشار الأسد، ولو كان موقف فيه جدا نقاش حوله، لكن في نهاية المطاف وأنا تكلمت عنه كثير، هو ال 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 الألم أو الشر اللي لابد منه، الشر اللي اضطرينا أن نسويه لأجل الأمة العربية ولأجل المجتمع السوري ولأجل الجميع بصراحة. الجزائر كانت من أول من اقترح الشيء هذا من فترات طويلة، كانت قمة الجزائر قبل قمة السعودية. طيب ليش ما تم استقباله في جامعة الدول العربية اللي في قمة السعودية؟ هذا له سبب. السبب بأن السعودية لها ثقل، ولها يعني إذا استضافت السعودية في قمة الرياض أو قمة جدة، يعني قمة السعودية، صعب جدا على أي دولة من الدول العربية أنها ترفض إعادة بشار للجامعة العربية. فالسعودية أخذت على عاتقها الشيء هذا عشان تضمن بأن الأمور تمشي بسلاسة وأن إعادته تكون يعني المصالح فيها أكثر من المساوئ. وبس، دمتم بخير.